قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد أن حظر التجول الشامل سيكون خلال أيام الجمعة فقط، ووفق الآلية التنظيمية اللي أعلنت في أمر الدفاع رقم 19، بما في ذلك تخصيص مدة زمنية بحددها وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للوصول للمساجد سيرا على الأقدام لأداء صلاة الجمعة. وحول استفسارات واتصالات وردت للحكومة من مواطنين ووسائل إعلام عن نيتها تنفيذ حظر تجول شامل بعد غد الخميس اللي بيصادف ذكرى المولد النبوي الشريف. أكد العايد أنه لن يكون هناك حظر تجول شامل خلال يوم الخميس، ولفت إلى أن الحكومة حرصت مبكرا على الوضوح والشفافية في إعلان موعد وكيفية تنفيذ حظر التجول الشامل لإنهاء حالة الإرباك والترقب التي قد تنشأ بسبب إشاعات وتداول غير دقيق للمعلومات. قرر مجلس التعليم العالي تطبيق المبادئ العامة الجديدة للقبول الموحد واللي أقرها المجلس سابقا، فلن يكون على طلبة الثانوية العامة الموجودين حاليا على مقاعد الدراسة واللي راح يلتحقوا بالجامعات الأردنية في بداية العام الجامعي القادم 2021-2022. وأكد المجلس بأن السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تحتاج إلى تطوير وبما يتلائم مع متطلبات العصر، حيث أن المبادئ العامة الجديدة للقبول الموحد والتي تم إقرارها سابقا تحتاج إلى إعادة دراسة نظرا لوجود بعض الإشكاليات الفنية والزمنية اللي قد تعترض عملية التطبيق على أرض الواقع. والمجلس قال إنه إقرار هذه المبادئ بصيغتها النهائية تحتاج إلى مزيد من الوقت والدراسة والتشاركية في اتخاذ القرار مع الجهات ذات العلاقة بقطاع التعليم العالي الأردني مثل وزارة التربية والتعليم والجامعات الأردنية، إضافة إلى الاستعانة بآراء أصحاب الاختصاص والخبرة من الأكاديميين والتربويين. في ظل ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الأردن وبعد لجوء الجهات المعنية للعزل المنزلي للمصابين بالفيروس، تساءل كثير من الأشخاص لماذا لا تعلن وزارة الصحة عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في الأردن. وقال مراقبين أن اللجوء إلى العزل المنزلي صعب من مهمة وزارة الصحة في حصر أعداد حالات الشفاء من الفيروس. وكشفت وزارة الصحة أنها تعمل حاليا على إيجاد آلية لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليومية من فيروس كورونا في الأردن. وقالت كمان أنه هاي الآلية بتشمل حصر الحالات المتواجدة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تتواجد في المستشفيات المعتمدة. ويبلغ مجموع الإصابات الكلي بفيروس كورونا في الأردن منذ بدء الجائحة في آذار الماضي 55,500 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 624 حالة. أعلنت شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا أن لقاح التجريبي ضد كورونا بيثير استجابة مناعية مشجعة لدى الشباب البالغين وكبار السن. وقال المتحدث باسم الشركة أنه من المشجع رؤية استجابات مناعية مماثلة بين كبار السن والشباب البالغين. وقالت المجموعة أن النتائج بتدعم الأدلة على سلامة اللقاح والاستجابة المناعية. وأوضحت جامعة أكسفورد أنه هاي البيانات تأتي من أول التجارب السريرية لما يسمى المرحلة الثانية. ودخل اللقاح التجريبي مرحلة تجارب سريرية أوسع تسمى المرحلة الثالثة اللي سبق طرحه على السلطات لنيل الموافقة على تسويقه. أعلنت شركة روسية متخصصة في إنتاج الأدوية عن نيتها البدء في الإنتاج الصناعي للقاح الروسي الأول لفيروس كورونا المستجد سبوتنيك في قبل حلول شهر كانون الأول يناير المقبل. وبحسب ما ذكرت روسيا اليوم فإنه الشركة قالت إنها بتعمل بالوقت الحالي على تكييف تقنياتها الإنتاجية مع معايير اللقاح اللي تم تطويره في مركز جاماليا التابع لوزارة الصحة الروسية واللي تم تسجيله رسميا في 11 آب أغسطس الماضي.